يحتفل العالم في 12 من أغسطس باليوم العالمي للشباب بهدف تذكير العالم بدور الشباب واهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والتزامات الدول تجاههم باعتبارهم عماد الأمم وأساس مشروعاتها الثقافية والاجتماعية والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر فضلا عن كونهم الفئة الأكثر احتياجا للاهتمام حساسية المرحلة التي يعيشونها ويهدف اليوم إلى زيادة الوعي بالقضايا التي تؤثر على الشباب مثل التعليم والتوظيف والصحة والتنمية الاجتماعية ويشجع اليوم الدولي للشباب على مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات وتقديم مساهمتهم في مجتمعاتهم سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.